تعالوا بقى نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، وإحنا معانا ومنورانا على التليفون الدكتورة منار غانم، وهي عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الفل على حضرتك يا دكتورة منار، وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وكل السادة المشاهدين، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. هو عادة في الوقت ده من السنة في سنين سابقة كنا بنبقى لابسين شتوي صريح، فواضح ان الوضع اختلف كتير طبعا نتيجه تغير المناخ. عايزين نعرف من حضرتك مبدئيا كده الايام اللي جايه ان شاء الله يعني متوسط درجات الحراره وحاله الطقس بشكل عام هتكون عامله ازاي باذن الله. طبعا هو احنا تحديدا اليوم بنشهد ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره بحوالي درجه لدرجتين، يعني العظمى على القاهره الكبرى اليوم 26 درجه مئويه. أيوة. وده متوقع يكون غدا كمان معانا ان شاء الله العظمى 26 درجه مئويه، يعني احساسنا بالطقس فتره النهار أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، لكن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة هنلاحظه خلال فترات الليل. بدأنا كلنا نشعر بالبرودة، انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، بدأ في تباين في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، الفرق بيوصل ل 10 و 12 درجة مئوية خلال فترة النهار وفترة الليل، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترات الليل. متوقع من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجيا، توصل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، مع نهاية الأسبوع كمان هتوصل ل 23 درجة مئوية، فهنبدأ نحس أكثر بالأجواء المعتدلة والأجواء يعني الخريفية المعتدلة فترات النهار، الباردة فترات الليل، مع طبعا استمرار تساقط الامطار تبقى مختلف كميتها من يوم ليوم. يمكن اليوم في امطار على السواحل الشماليه، امطار خفيفه الى متوسطه، وبدات في ساعات الصباح على مطروح والاسكندريه ومحافظات شمال الوجه البحري. متوقع غدا ايضا استمرار فرص الامطار على نفس المناطق، لكن كميتها ايضا هتكون من خفيفه متوسطه، هتمتد لكل السواحل الشماليه. على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله فرص الامطار والتاثير اكثر الامطار هيبقى في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، هنعيش اجواء خريفيه ان شاء الله. فرص الامطار للمناطق الداخليه جنوب الوجه البحري او القاهره الكبرى ضعيف، حتى لو حصل سقوط امطار فغير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه باذن الله. باذن الله. طيب دكتوره منار، واحنا في اجواء كوب 27 وطبعا العالم كله مش مجرد مصر بيتكلم في هذه الايام عن فكره التغيرات المناخيه اللي الحقيقه على مدار اخر كام سنه شفنا لها انعكاسات صريحه ما فيهاش مساحه لللبس، حصلت في دول كتير جدا الحقيقه، وكل اشكال التغيرات الغير متوقعه حصلت. فخلينا في مصر، هل متوقع في الشتاء ده الشتويه دي ان شاء الله، هل وارد ان احنا نشوف اجواء غير اعتياديه، يعني اجواء شتويه غير اعتياديه نتيجه تغيرات المناخ؟ طبعا جدا، في ظل التغيرات المناخيه اللي بيشهدها دول العالم كله وكمان جمهوريه مصر العربيه بتشهدها وشهدتها خلال الفصول الماضيه، بدانا نشهد عنف الظواهر الجويه اللي بدات تاثر علينا. يعني احنا معتادين على حالات عدم الاستقرار وسقوط الامطار، لكن مش بالعنف اللي بدانا نلحظه في حالات عدم الاستقرار. صحيح. وتكرار الموجات وتقارب الموجات عدم الاستقرار من بعضها، يعني احنا تقريبا كل اسبوع يبقى عندنا موجه عدم استقرار. عنف الظواهر الجويه الموجوده في موجه عدم الاستقرار بدانا نلحظه بشكل كبير، وده وارد جدا يحصل في فصل الشتاء. احنا لسه في نهايات الخريف، لكن احنا فضلنا تقريبا حوالي شهر وعده ايام على نهايه فصل الخريف وبدايه فصل الشتاء. أيوة. فوارد جدا يحصل يعني عنف ظواهر جويه مش معتادين عليه بسبب التغيرات المناخيه. طب هل لل انا مش هقول للموضوع ده، للمصيبه دي، للكارثه الكونيه دي، يعني هل متوقع ان شاء الله بعد كاب 27 وبناء على اللي كان قبل كاب 27 وما سيستجد بعد كاب 27، هل التوصيات اللي بتحصل في النوع ده من المؤتمرات وتجمعات القاده والساسه من جميع انحاء العالم وكلهم ما بيتكلموش غير على نفس الموضوع، هل من المتوقع ان يكون في توصيات او قرارات ملزمه مش مجرد توصيات، وتحديدا اقصد بكلامي الدول اللي تسببت في الكم الاكبر من التلوث البيئي والتغير المناخي، بالتالي هيبقى في اي مستجدات من شانها ان هي تهدي شويه وتيره التغيرات اللي بتحصل دي؟ يعني هو الالزام في التنفيذ، هو لازم تنفيذ القرارات، مش بس ان احنا بنقول توصيات، ولازم تنفيذها على ارض الواقع. لازم نبتعد بقى عن استخدام الوقود الاحفوري ومشتقات الفحم، لان انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بتزيد، ارتفاع درجات حراره الارض بتزيد مش بتقل، فهو لازم ان احنا نبتعد تماما عن مشتقات الفحم، نتجه للطاقه المتجدده والطاقه النظيفه، نبدا نتكيف مع التغيرات المناخيه بالمشاريع اللي احنا بدانا نعملها عشان نقلل انبعاثات ونتكيف مع التغيرات المناخيه، لكن دون
ان احنا لو ما نفذناش التوصيات او المعاهدات اللي احنا بنقول عليها طبعا مش هيبقى في اي تغيير، بل يعني التغيرات المناخيه هتبقى ازيد واشرس لو احنا ما وقفناش ارتفاع درجات الحراره اللي ناتجه عن زياده الغازات الاحتباس الحراري. فاحنا لازم يعني وخاصه الدول الصناعيه الكبرى لانها المؤثر الاكبر طبعا طبعا المناخيه طبعًا. لازم تلتزم يعني بوقف الانبعاثات، بس مش هنقدر نقول هم هيلتزموا ولا لا، لان هم بداوا دلوقتي يدونا تمويلات ويتجهوا الى التمويل والتكيف مع التغيرات المناخيه، لكن هو مع التكيف لازم تقليل الانبعاث. ما تبقيش بقى ضامن قوي يا دكتوره النوع ده من الامور، لان للاسف الشديد في الكام شهر اللي فاتوا احدى الدول الصناعيه الكبرى واحده من اصحاب الاقتصادات القويه جدا على مستوى العالم زي ما كانت صرحت قبل كده من فتره طويله ان هي ستمتنع عن استخدام الوقود الاحفوري، رجعت تاني وبشكل صريح وش كده قدام العالم كله، لا نتيجه الحرب اللي حاصله بين اوكرانيا وروسيا ونتيجه امور متعلقه بمشاكل الطاقه حول العالم، فاحنا هنرجع تاني نستخدم الفحم. يعني يعني الواحد ما بيبقاش عارف الى اي درجه ممكن يعني يبقى في الزام للدول اللي بتساعد في التغيرات المناخيه وفي تلوث البيئه. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا في حلقه النهارده، جزيل الشكر الدكتوره منار غانم على مشاركتك معانا في حلقه النهارده. والحقيقه الجزئيه الاخيره في كلامها في منتهى الاهميه، فكره ان احنا ندخل بالتوصيات بقى لحيز التنفيذ، والحقيقه كلمه حق لازم تتقال، دي العباره يعني او كلمه التنفيذ دي الكلمه اللي رددها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر من مره في خطابه وعمل عليها ستريس واضح وصريح ما فيهوش اي مساحه لللبس، يعني في كلمه الافتتاح لهذه النسخه من المؤتمر المقام حاليا في شرم الشيخ. ربنا يستر ويسلم العالم كله باذن الله.